أسبوع الثقافة والفن والأزياء العربي المقام الذي تنظمه مؤسسة لندن أريبيا بالتعاون مع آر جاليري. إذن مشاهدينا كما تشاهدون الأجواء هنا، هؤلاء هم زوار جاءوا لرؤية هذه اللوحات والأعمال. والآن ينضم إلينا مشاهدينا الفنان سعد آل سعود. سعد محمد، نعم، إذا تقدم نفسك لمشاهدينا ولمن ضموا إلينا أيضا الآن عبر صفحتنا، صفحة بي بي سي عربي على الفيسبوك، التعريف بنفسك بأعمالك ومشاركتك في هذا المعرض. أنا سعد بن محمد من جدة من السعودية، ولي الشرف أن أنا أكون موجود هنا معكم. هل لك أن تشرح لنا الأعمال المشارك بها هنا وتشرح لمشاهدينا؟ أي واحدة؟ هذه اللوحة هي من هذه من أعمالي. أنه هنا لو يوجد 7 وجيه مختفية بتتفرج على جولدن كيج، ما بيهمهم إيش حاصل فيه، ما بيهمهم إيش اللي أنه متقطع ولا اللي حاصل فيه، بس بيطلعوا على الشيء اللي كأنها الميديا، كأنها الـ الإعلام اللي بيقدم لنا إياه. الوجيه ما فيها أي تأثير، مجرد الناس بيتفرجوا على شيء معروض في جولدن كيج، في قفص ذهبي بيتفرجوا عليه بدون، مش مهم كيان البني آدم، مش مهم أهمية البني آدم إيش هو ممكن يكون. هل هذه اللوحة تعني لك بشكل شخصي؟ يعني هل لها رمزية ما؟ فإذا كان هنالك سبب لرسم هذه اللوحة تحديداً، فهل لك أن تشرح لمشاهدينا؟ هي كل أعمالي بتعني لي أكيد، لأنها جزء مني، يعني حتى ما تاتو تبعي موجود فيها يعني. لكن كل أعمالي بتعني لي لأنها جزء مني، يعني أنا بتنفس بأعمالي، أعمالي هي عبارة عن تنفس داخلي بالنسبة لي، يعني بالإضافة للكتابة. فلا طبعا كل، يعني ما في حاجة مميزة عن أخرى، كل واحدة لها مكانتها الخاصة وجمالها الخاص بالنسبة لي. نعم، هل لك أيضا أن تشرح لمشاهدينا عن اللوحات الأخرى؟ أظن أن هذه اللوحة من أعمالك أيضا، أليس كذلك؟ هذه من أواخر أعمالي. بقول أنه هذا هو الواقع الحاصل، أنه هذول أطفال كلهم عرايا لابسين أقنعة الموت من حضارات متعددة، بس الجاهز للانطلاق هو طفل مبتسم بريء جاهز انه هو ينطلق، لكن اللي بيحكمه هو الحكمة والوقت اللي هو متحكم فيها الحكمة. كذا احنا صرنا بنربي أطفالنا انهم هم يكون، بغض النظر اذا كانوا هم رصاصة او هم مسدس حامل للرصاصة. ف الحاجة الوحيدة اللي تمنع هذا الشيء من الحدوث هي الحكمة، الحكمة والعقل والوقت هو الشيء الوحيد اللي بيمنعهم من الانطلاق. نعم، هل تعبر، يعني أولا أريد أن أحيي حيدر الصادق أحد متابعينا عبر صفحتنا عبر الفيسبوك، سأل عن هذه اللوحة، على ما يبدو بأنها تخاطب أكثر عقول مشاهدينا لما يحدث في الشرق الأوسط، فأود أن أشرح أيضا بتفصيل أكثر لحيدر الصادق وغيره من المشاهدين عمن يتساءلون لماذا هذه اللوحة تحديدا. هو السؤال لماذا لا؟